جاء توجيه جلالة الملك المعظم خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس بتنفيذ دراسة متكاملة لقياس الجاهزية في تأصيل الهوية البحرينية، جاء مؤكدا على الأهمية الكبرى التي يليها جلالته للهوية البحرينية وضرورة تأصيلها في مختلف المجالات. كما سلط الخطاب الملكي السامي الضوء على أهمية ضبط التوازن بين متطلبات الانفتاح والتجديد لحماية الهوية البحرينية ووحدة الصف. ومن منطلق اهتمامنا الكبير بهذه الأولوية الوطنية، فإننا نوجه الجهات المختصة بتنفيذ دراسة متكاملة لقياس جاهزيتنا في تأصيل الهوية البحرينية لضمان اقتباس كافة عناصرها أينما توجهنا، وبما يمكننا من ضبط التوازن بين متطلبات الانفتاح والتجديد وبين اشتراطات حماية أمننا الوطني في صيغته المتكاملة، وخصوصاً ما تعلق بأمن ثرواتنا الطبيعية وسبل استثمارها لتأمين المستقبل المستدام بخيرات. عرف أهل مملكة البحرين على مر التاريخ بتمسكهم بتعاليم الإسلام السمحة وعاداتهم وتقاليدهم التي أينما حطت رحالهم نقلوها بكل اعتزاز وفخر لشعوب العالم، فتشكلت بذلك الهوية البحرينية الأصيلة التي لا يحركها ساكن. فلا تخلو الخطابات السامية لجلالة الملك المعظم من الإشادة بترابط أهل البحرين وما يجمعهم من أخوة وتكاتف ووعي بالمسؤولية المشتركة في إرساء دعائم النهضة الحضارية وتنمية مسيرة مملكة البحرين الظافرة. الهوية البحرينية المتجذرة في قلب كل مواطن ومقيم كان لها نصيب أيضا ضمن الخطاب السامي لعاهل البلاد المعظم خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس، فوجه جلالته الجهات المختصة بتنفيذ دراسة متكاملة لقياس الجاهزية في تأصيل الهوية البحرينية وضرورة تأصيلها في مختلف المجالات. هذا التوجيه السامي يمكننا من ضبط التوازن بين متطلبات الانفتاح والتجديد وبين اشتراطات حماية الأمن الوطني في صيغته المتكاملة. ففي بلد التعايش والانفتاح بقيادة ملك البلاد المعظم امتازت الشخصية البحرينية بالكرم المتأصل واحترام القريب والبعيد ووحدة الصف والروح الوطنية المسؤولة عن الأمن والسلم الأهلي والاجتماعي وبروح الانضباط والمسؤولية ورفض أي محاولات للخروج عن ثوابتنا الوطنية. وفي هذا السياق تأتي الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا التي مر على إطلاقها ما يزيد على 5 سنوات، تأتي خير مثال على ترسيخ منظومة القيم والثوابت الوطنية للحفاظ على المكتسبات الحضارية والتنموية التي تشهدها البلاد. الهوية الوطنية الحصن المنيع الذي يرعاه أهل مملكة البحرين الكرام على الدوام لأهميته في الحفاظ على اللحمة الوطنية وتشكيل الوعي والوجدان المجتمعي المتمسك بأرضه.